الوحيده ان انا حاصل دبلوم من 88، والاسم ان حاصل دبلوم حبر على ورق. وتاني حاجه ولا بشتغل ولا عندي شغل حكومه ولا اي حاجه، فيش وظيفه، ما فيش اجر ثابت، ما فيش اي حاجه. جميع الميادين مليانه بالناس دي في الشوارع، بيشتغلوا يوم ويناموا 10. فاحنا عايزين اي بديل، معاش مثلا، معاش زي معاش الضمان الاجتماعي ده، هو يمشي على الكل زي الناس اللي هي بتاخد معاش في 60 سنه وال 50 سنه، معاش مبكر ده هو يمشي على الكل زي مساعده. يعني ما ينفعش ان مثلا نشتغل يوم وناموا 10، هناكل عيالنا منين؟ عائلتنا تحت الصفر، جايين من الصعيد، من كتر اللي ما فيش معاشات ما فيش لاقين حتى ناكل في الصعيد. هنا في شركات في الدوله عاملين توريث، في شركات هنا في الدوله توريث، يعني ابوه اشتغل في الدوله في الشركه لازم يشتغل هو الولد، الولد كذلك نفسه. طب يبقى في ازاي ده؟ ازاي جايه؟ فين حقنا مثلا؟ وفين حق الناس دي؟ وكل حاجه غليت، يعني انبوبه البوتاجاز النهارده وصلت 80 و90 جنيه، واخد بالك؟ كيلو اللحمه قفل 100 جنيه قفلها، يعني حرام، يعني حرام بصراحه، واخد بالك؟ يعني يكون مع اسره وكده، يعني اقل حاجه في اليوم بالميت خالص 50 60 جنيه. والخضار غالي، والبطاطس غاليه، كل حاجه غاليه، والمواصلات غاليه، والرغيف بجنيه، ما احنا مش عارفين نعمله ايه. انا بسالك سؤال، بسال كل واحد هنا اهو، وكل موظف، وكل مثلا كل واحد مسؤول. عارف انا ممكن اي واحد مسؤول فعلا، بقول اي قدام التلفزيون وقدام اي واحد في التلفزيون بسمعه من هنا بيفوت من هنا، مش هيجاوب على سؤالي. انت لو ابنك في نفس الوقت او انت في نفس الوقت مكاني هنا هتعمل ايه؟ انا مركون على الشارع على الرصيف، ادي الرصيف، صور لي الرصيف ده اهو، وادي العده بتاعتها، ادي الرصيف اهو انا نايم عليه. ادي العده، ادي العده، وادي الرصيف انا نايم عليه. او على الاقل تعمل لنا معاشات، او على الاقل حاجه تعمل لنا معاشات الناس دي. انا طبعا لا وظيفه ولا حلت حاجه ابدا، وبربى 4 عيال. اعمل لي معاش مثلا، انت ضامن معاش اي حاجه يساعدني ويساعد الناس دي، الناس فيه فوق 46 سنه. بقول لك هشغل الناس في خليج السويس، خليج السويس هشغل فيها البلد كلها، خليج السويس اغلبيه الناس اللي هتشتغل فيها من الخارج، من بره اجانب، بس بنسمع كلامه بس على ورق. ماشي مبارك، قلنا ماشي، دخلنا عهد وماشي. الراجل مسك مرسي وقامت ثوره وغيروا مرسي، جابوا السيسي. طب السيسي الراجل الرئيس ما عملناش حاجه.